لو كل واحد مننا جاب من عيلته 50 ولا 100 معاه يوم الانتخابات، اعتقد ان مصر هتحقق رقم غير مسبوق، والعالم كله اللي بره اللي كان بيراهن على ان الدولة مش هتكمل تيجي تشوف هذا المنظر العظيم في الدقهلية، وكله واقف على قلب راجل واحد ورا الزعيم وقائد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا أقول إنجازا بل إعجازا، في هذه الفترة الزمنية اليسيرة غير وجه مصر بأكملها، بدءا من إنشاء قناة السويس الجديدة والمنطقة الصناعية بقناة السويس، مشروع مصر بلا عشوائيات، ومشروع الأمن المائي المصري، وبناء المدن الجديدة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أمامه استراتيجية وخطة ممتدة، وهو يسارع الزمن كما رأيناه في جميع لقاءاته، يريد إنجاز كل شيء في أقل من الوقت المقرر، وهذا ما يجعلنا أن نذكي ونوجه الجميع بالانتخاب والاختيار المباشر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية. احنا في الدقهلية بيقول حاجة مهمة قوي، ان احنا اكثر محافظات مصر وعياً وثقة، وبالتالي يجب يكون تصويتنا كثيف في الصناديق، لان نقول لكل المصريين في الداخل وفي الخارج نحن نختار رئيس قوي لمستقبل مصر ان تظل قوية في بلدها وفي محيطها. وارجوكم كل واحد في الدقهلية نروح ننتخب الرئيس السيسي، لان زي ما قال احد النواب من الحاضرين، مش الرئيس السيسي اللي محتاجنا، احنا اللي محتاجين الرئيس السيسي. النهاردة انتوا في الدقهلية وبالمشهد اللي انا شايفه دي صعبتوا علينا المسؤولية، هتخلونا مش هنعرف نتكلم. لو اتكلمنا عن حب للدولة المصرية وانتمائنا له وتقدير لكافة الجهود اللي بذلت من قبل القيادة السياسية، مش هقول اكتر من الاحساس اللي انا شايفه منكم بالعدد اللي انا شايفه ده النهاردة. ان شاء الله 10 و11 و12 هنرد جميل في الصندوق. شكرين، شكرا لحضراتكم جميعا.